بعد مواجهة ثقيلة العيار، الأهلي يحلق بالصدارة ويترك للهلال حسرة الفرص الضائعة، والاتفاق يعود بغنائم أجل. الفيصلي يقسو على نجران بالأربعة، وتعادل القادسية يفجر أزمة داخل أروقة التعاون. تدخل شرفي يعيد بعبيد الفتح إلى طاولة الاتحاد، ومعاذ يربك مدرب الشباب قبل الأهلي. تدخل شرفي، جماهير الهلال والنصر تسخن أجواء ربع نهائي كأس ولي العهد، وحلبة الريم بالرياض تشهد مصرع أحد المتسابقين. بركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية ومستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار الشوط. ركزت إدارة نادي الاتحاد جهودها لضم لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم أحمد أبو عبيد لصفوف فريقها لمدة 6 أشهر حسب ما تناقلته الأوساط الاتحادية خلال الساعات القليلة. وذكرت الأنباء أن إدارة نادي الاتحاد التي تحظى بدعم كبير من قبل عضو الشرف عيد الجهني اقتربت بنسبة أكبر من ذي قبل لضم اللاعب إلى صفوفها، ورجحت أن يتواجد اللاعب خلال الأسبوع المقبل في نادي الاتحاد تمهيدا لانضمامه إلى التدريبات. في المقابل أكد مصدر من داخل إدارة نادي الاتحاد أن إعارة أحمد أبو عبيد لم تحسم حتى موعد إعداد هذا الخبر، ولم يخفي حقيقة قوة التحركات الاتحادية خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مما يؤكد عدم إغلاق الإدارة الفتحوية لباب المفاوضات بعد أن توفرت السيولة المادية بنادي الاتحاد عن طريق بعض الشرفيين الذين برزوا أخيرا ليتم تحويل المسار إلى منحى آخر بعد أن قاربت الصفقة على الفشل بسبب العوائق المادية. خضع حسن معاذ لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم اليوم لكشف طبي بواسطة الرنين المغناطيسي على موضع إصابته في العضلة الخلفية للإطمئنان على وضعه الصحي ومدى المدة التي يحتاجها من أجل الجاهزية الكاملة للعودة إلى المشاركة مع الفريق. من ناحية أخرى، أخضع المدير الفني الشبابي البلجيكي ميشيل برودوم لاعبي فريقه لحصة تدريبية صباحية ابتداء من 10:00 حتى 12:00 ظهرا، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على ضيفه الرائد 3 أهداف مقابل 2. ويسعى برودوم جاهدا لتجهيز فريقه ابتداء من بعد غد السبت تأهبا لخوض موقعة الأهلي المرتقبة الثلاثاء المقبل في ربع نهائي مسابقة كأس ولي العهد. رفض التونسي فتح الجبال المدير الفني لفريق الفتح الأول لكرة القدم إراحة لاعبي فريقه البرازيلي إلتون جوزيه والمنضم حديثا للفريق عبد العزيز بوشقرة مع بقية المجموعة التي منحها الراحة اليوم وغدا من التدريبات، وذلك بعد خسارة الفريق أمس أمام النصر، ورغبة من المدرب في تجهيزهما للانضمام إلى التدريبات الجماعية ابتداء من بعد غد السبت بعد الانتهاء من برنامجهما الإعدادي مع مدرب اللياقة بالنادي. وقرر الجهازان الفني والإداري بنادي الفتح استغلال فترة توقف مباريات دوري زين السعودي للمحترفين بخوض لقاءين وديين أحدهما مع أحد أندية زين والآخر مع فريق من فرق درجة أقل، وذلك للحفاظ على حساسية اللاعبين للمباريات وضمان الاستقرار. بدأت جماهير ناديي النصر والهلال في تحركاتهما لدعم ناديهما في المواجهة النارية المنتظرة بين الطرفين الاثنين المقبل في ربع نهائي مسابقة كأس ولي العهد، حيث أعلن مجلس الجماهير النصراوي عن تدشين حملة جماهيرية كبيرة ابتداء من يوم غد من أجل مساندة الفريق في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. في المقابل، وضعت جماهير نادي الهلال الخطوط العريضة لحملة مؤازرة فريقها في اللقاء، وذلك بالتنسيق بين مجلس الجمهور وعدد من مسؤولي الشريك الاستراتيجي للنادي في سبيل ظهور الفريق بشكل مميز. وأكدت جماهير الناديين أن اللقاء يشكل بالنسبة لهم أهمية بالغة عطفا على أن المنتصر سيواصل مسيرته ويحافظ على حظوظه، وسيكون لذلك أثرا إيجابي على اعتبار أن التأهل جاء عبر بوابة النادي التقليدي. أوقفت اللجنة المنظمة لسباقات حلبة الريم الدولية بالرياض منافساتها بعد أن خيم الحزن على الحلبة إثر وفاة متسابق الدراجات النارية نضال السعدي عقب اصطدام دراجته النارية بالسياج الحديدي لمضمار السباق في جولته الثالثة،
وتم نقل المتسابق على الفور إلى مستشفى المزاحمية، إلا أن القدر المحتوم وافاه وغادر الحياة. وأكد مدير عام حلبة الريم المهندس رائد أبو زنادة أنهم لا يعلمون السبب الحقيقي للوفاة، مرجحا أن يكون قد تعرض لنزيف داخلي أثناء نقله للمستشفى. وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا في الاستوديو الاستاذ مهندس طارق التويجي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف. مساء الخير مهندس طارق. احنا مساء الخير، مساك الله خير اخوي تركي، وحقيقه انا سعيد بالتواجد معك مجددا، وسعيد اكثر طبعا تواجد مع المرموق والرائع حقيقه الاستاذ زكي الصالح. استاذ زكي الصالح المحلل الرياضي بقنوات الرياضيه السعوديه والمدير السابق مدير عام كرة القدم بنادي الاتفاق سابقا واللاعب الدولي. مساء الخير كابتن. حياك الله اخوي تركي، وانا اللي سعيد صراحة بوجودي مع المهندس طارق، وان شاء الله تكون حلقة ممتعة ان شاء الله باذن الله. عندنا اليوم المباريات والدوري مولع ولعبة الكراسي يعني متغيرة، وكنا نتكلم مع الكابتن زكي انه الموضوع ما انتهى اليوم في وهذا حناخذه بالتفصيل الجولة الجاية، كثير امور ممكن تتغير وتتلخبط، لكن خلينا نتناقش في شوط وكالعادة بعد الفاصل الاول الجزء اللي حيكون في المباريات. الجهني ينقذ مفاوضات الاتحاد مع ابو عبيد الفتح، طبعا راح نتكلم عن الجهني الوجه الجديد اللي بدا يظهر في الساحة الاتحادية كعضو شرف مؤثر وفعال ويتدخل في كثير من الصفقات الاتحادية، لكن أبو عبيد يعود مرة أخرى للطاولة الاتحادية، طاولة المفاوضات. مهندس طارق، والله شوف أنا أعتقد أن أبو عبيد لاعب يستحق حقيقة أن يلعب مع نادي، يعني طبعا عنده طموح يكون يعني مثل نادي الاتحاد، والاتحاد بحاجة لأبو عبيد حقيقة. الاتحاد يعني يعيش مرحلة تحولية الآن وانتقالية، ولعل انه الاتحاد الان يعني في تقلبات حتى من ناحيه الشرفيه، يعني ان يبزغ نجم جديد شرفي مثل الاستاذ عيد الجهني، هو عيد اسمه صحيح؟ عيد الجهني، نعم بالضبط، هذا شيء جيد حقيقه، وهذا تحسب ل يعني للاستاذ محمد اللواء محمد بن داخل، انه تعرف كل رئيس جديد يعني يستقطب وناس جدد حقيقة وشرفيين وداعمين جدد للساحة الرياضية، وهذا مكسب للرياضة بشكل يعني عام حقيقة. بالنسبة للاعب عبيد حقيقة لاعب متألق ويستحق أنه يأخذ فرصته في نادي كبير، طبعا هذا لا يقلل من نادي الفتح، ولكن هذه لعبة الاحتراف، أنه أنت تجهز لاعب معين وبالتالي تبيع هذا عقد اللاعب وتستفيد منه وتعيد رأيه. شو ممكن يضيفه يعني أبو عبيد، وكيف بعد نشوف التحركات الاتحادية عبد عطيف، وأيضا الحديث اللي كان بعد عن السعران توقيعه للاتحاد، الآن أبو عبيد؟ أبو عبيد طبعا يختلف عن كل الصفقات اللي موجودة الآن حاليا. أبو عبيد لاعب يتألق في الملعب الآن، موجود يعني إحنا قاعدين نشوفه قدام عيوننا، لكن بالنسبة لباقي الصفقات اللي حدثت الأندية أنا أشبهها مثلا زي الأب مثلا في الأسرة اللي ما عنده فلوس ويمر مثلا سوبر ماركت ويأخذ له أي شيء، بس أهم شيء يدخل بيده حاجة معينة، شيء رخيص حقيقة. وهذا اللي المشكلة، أن اتجهت الآن الصفقات للاعبين. أنت تشوف أنه مثلا السعران وعبد عطيف من الصفقات الرخيصة؟ طبعا على المستوى المادي رخيصة طبعا أكيد، وحتى قبلوا اللعيبة بهذا المبدأ، لأنه لو هم لاعبين مثلا تعرف يعني هي علاقة مصالح في الأخير، يعني مثلا زي عطيف مثلا، خالد العزيز، الحارثي، كلهم يريدون يستفيدون، يريدون يتاح لهم الفرصة من جديد مع عبر نادي كبير، وبالتالي يعودون الساحة مجددا مساحة التألق، وبنفس الوقت النادي ما يخسر شيء من ناحية المادية ومبالغ، ويعني يجرب بالأخير. لكن شوف، هي الإشارات اللي احنا استفدنا منها يعني حقيقة في المرحلة الشتوية، انه الأندية حقيقة تعيش أزمات مادية غير عادية، طبعا تختلف أسبابها، أسباب مثلا المخصصات للنقل التلفزيوني واشياء كثيره ما جت للانديه، وايضا انه كان هناك نزف كبير حقيقه بدايه الموسم في استقطاب لعيبه كبار وما حسبت بشكل صحيح وتمت خسائرها. نعم بالضبط، في غير محلها بالضبط، هذا صحيح. تشوف ان الكلام اللي قاله المهندس طارق فيما يخص صفقات خالد عزيز، سعد الحارثي لانه هو ضمهم في الاخير، عبد عطيف، سعران، تقبل التشبيه اللي قدمه والله مثل الاب اللي راح وجاب اي شيء من السوبر ماركت شيء رخيص وخلاص، تشوف لهم يعني قيمتهم الفنية ما راح تستحق هالوصف؟ ما راح أتكلم عن الوصف، لكن أنا أتكلم على ما هو قاعد نشوفه من الناحية الفنية للاعبين المذكورة أسماءهم. هو يظل أبو عبيد الوحيد فيهم اللي هو مسجل حضور جيد في هذا الموسم بالذات، يعني على المستوى الفني
اما الباقيين يعني اللي بدايه من بدايه موسم ما لعب، واللي اصابه، واللي عنده مشاكل خارج الملعب، فكل هذه الاشياء تعطيك ان انت ما هي صفقات تراهن عليها بالنجاح، تتامل ان احتماليه النجاح بالنسبه لها تعتمد على اشياء كثيره. كيف انا بهيئ هذا اللاعب من الناحيه النفسيه او السلوكيه او حتى الطبيه او كل هذه الاشياء، يعني انت قاعد تسوي مجازفات. المهم بالنسبه للعيبه هذول المذكوره اسمائهم او اللي تداولت اسمائهم انهم يفضلون بصراحه التواجد في هذه الانديه اللي هي اسماء كبيره، لان الانديه ذي الان انت بدل ما تروح لي الى نادي في المراكز الوسط يطلع من نادي في المركز الاول او الثاني وينتقل الى النادي الثاني برضو صاحب جماهيريه، صاحب اعلام، فهذا بالنسبه له حتى وان كان المبلغ. هذه الاسماء يعني المجازفه فيها تعتبر مجازفه محسوبه ولا مجازفه خطره غير محسوبه لما تتكلم عن كل هالاسماء؟ لا انا قلت لك يعني هي بين الطرفين، يعني حتى النادي قاعد يجازف وحتى اللاعب قاعد يجازف. صحيح. يعني مو شرط انه يكون بس المجازفه للنادي، لا، يعني انا اترك نادي واروح الى نادي ثاني يمكن ما اتاقلم فيه، يمكن ما انجح، ما القى النجاحات او الامكانيات اللي ساعدتني على النجاح في هذا النادي، فمن خلالها انا ما راح ابرز يعني. لكن زي ما قلت لك بالنسبه للاعب خروجه من ناديه وذهابه الى نادي ثاني جماهيري، نادي صاحب بطولات او نادي عنده امكانيات، تعتبر بالنسبه له معادله جيده. لكن النادي هو اللي هنا يتامل ويترقب الحدث، متى انا راح اجني الثمار اللي انا هذه المجازفه اللي انا جازفت فيها. طيب الخبر الثاني معنا في شوت، وابدا معاك في كابتن زكي، اصابه معاذ تقلق مدرب الشباب قبل موقعه الاهلي في ربع نهائي كاس ولي العهد. حسن معاذ من اللاعبين اللي ظهير وهداف وشويت، ممكن يلعب جناح ايمن، ممكن يلعب وسط ايمن، ممكن يلعب ظهير، وبديله يعني مش من السهوله انك توجد بديل واحد مثل حسن معاذ. لا والله شوف يعني اتكلم بصراحه، الشباب قادر ان يوجد بديل لحسن معاذ في مباراتين، ما هو الفريق الذي يعجز ان يوجد بديل لحسن معاذ. ترى حسن معاذ يعني يمكن الموسم هذا اخذ موقع جيد بحكم ما يدور في نادي الشباب وموضوع عبد الله شهيل وخلافات او انه تاخير او قيابات او وضع مشكله له، عدم ثبات للتشكيل. لكن بوجود عبد الله شهيل يعني الموسم الماضي كان عبد الله الشهيل هو اللي ماخذ الجو وماخذ الصيت الكبير، لكن طبعا هذا يعود الى تصرفات اللاعب اذا كان من قبل تصرف. لكن لو عبد الله الشهيل في وضع طبيعي فني اتوقع انه ما يعتبر هناك اي مشكله. انت ما تشوف انه حسن معاذ من اللاعبين المؤثرين؟ لا هو لاعب له وزنه، ويكفي انه هو المباراه الاخيره هو من رجح الشباب في الهدف اللي يعتبر من اجمل اهداف الموسم. لكن انا اتكلم لك انه مو نادي الشباب اللي يعيق لاعب. كيف شايف امكانيات حسن معاذ خصوصا مع التسديدات؟ وانت طبعا لما نقول تسديدات نقول ما شاء الله تبارك الله زكي الصالح، يعني مين ممكن تسال عن تسديدات اكثر من زكي؟ والله انا يمكن كنت موجود في الاستديو التحليلي للمباراه وكنت سعيد جدا بالهدف بصراحه، يعني جمال كره القدم باهدافها ومتعه الاهداف، ومش بهدف مجلى من مدافع او خطا مدافع بشيلتها واستغلها، لا، بجمالها، كرات معكوسه، كرات بالهيد، تصويب من برا 18، هذه جميله يعني. وحتى كنت اتمنى ويمكن ان شاء الله الكابتن حسن يسمع ان طالما انه يملك هذه الموهبه اتمنى تنميتها والحفاظ عليها بالتمارين باستغلال، لان انت تشوف يمكن شنو التمرين في علم كره القدم الان ترى فاول ممكن ينهي لك مباراه، ممكن يجيب لك بطوله. صحيح. والكل يتذكر كاماتشو مع الهلال جاب بطوله في نهائي يمكن ضد الشباب او ضد الشباب وضد الاتحاد. فانا اقول لك هذه طبعا التمارين اللي انا اتكلمها لحسن، ان طبعا انا كنت تكلمت ان طريقه التسديده لحسن واسلوب التسديده هي اللي كنت اتمنى الجيل القادم يراها، كيف وقفه حسن وكيف تحسب الخطوات. لكن بالنسبه للتمارين ان يفرغ نفسه بعد كل خلال اسبوع طبعا بعد كل تمارين انه ياخذ جزء بسيط طبعا بالتفاهم مع الجهاز الفني انه يعطيه تمارين لعمليات التسديد من مواقع مختلفه لفولات سواء كره متحركه او غير متحركه، خاصه انه يملك هذه القدم القويه. يعني ما يكفي القدم القويه، التكنيك مهم. لا، يحتاج الى اعاده التمرين، التاهيل مره ثانيه لتكرار. طيب خليني اسالك عن الخطوات، انت تقول يحسب الخطوات والوقفه، تفرق كثير هالامور؟ اي طبعا، يعني انا اقول لك في لاعب ممكن ما يعرف يسدد كرات وهو جاي مسرع، وفي لاعب يسدد الكرات وهو واقف قريب من الكره، في لاعب يحسبها بالثلاث الى اربع خطوات بس الى الخلف وبعدها
خطوتين ويتكي على الرجل اليسار ويشوت باليمين بالقوة، على حسب مشط القدم ايش بيكون، هل هو على الداخل او في مشط القدم من برا او في الوجه، كل هذه طبعا تختلف من لاعب الى لاعب. وكل مكان في حوالين المرمى له طريقه بالاستخدام القدم، حسب الزوايا طبعا تختلف من زاويه الى زاويه طبعا في التسديدات. حسن معاذ مهندس صارقه، والله شوف طبعا حسن معاذ صاحب امكانيات مذهله حقيقه، انا اعتبره ممكن اسرع لاعب موجود في المملكه، اسرع لاعب. نعم انا اعتقد انه اسرع لاعب سبرنت حسن معاذ لا يعلى عليه اطلاقا، انا هذا اللي اشوفه وشاهده. وحتى هذه طبعا كان حديث من يعني سبق تناقشنا فيه الاستاذ عبد اللطيف الحسيني، طبعا عنده مهارات التسديد زي ما تفضل الاخ زكي، وعنده مهارات كبيره، لكن شوف المشكله حسن معاذ عنده مرحله قادمه، وهي زي ما عاشوا الان اللعيبه الحاليين نجوم حقيقه اللي جددوا بمبالغ كبيره وبعدها انتهوا، صح. او بعدها مو انتهوا يعني قل عطائهم، هبط مستواهم بشكل كبير. وهذه مشكله النجوم الان حقيقه، ما يعني الان يبرزون سنه سنتين وبعدين خلاص هي نجوميه سنه سنتين ويعطيك اللي عنده ويختفي تماما. يعني احنا كنا نشوف نجوم مثلا زي سعد الحارثي، زي والله السبب هو ثقافه اللاعب نفسه، وايضا الانديه يجب تدرس بشكل صحيح انه كيف توفر البيئه الصحيحه حتى في قضيه العقد، يعني مواصفات العقد تضمن انه هذا مواصفات عقد يعني لصالح النادي بشكل خاص وصالح اللاعب. يعني ان يغرق اللاعب بالمال مره واحده ويحقق كل طموحه وما يكون عنده طموح، هذه اشكاليه حقيقيه كبيره. خلينا نسأل سؤال هنا في الموضوع، ليش يتوقع اللاعب اذا غرق بالمال؟ بصراحه مهندس طارق، يعني لما يكون شاب وتجيه فلوس ويغرق يعني ويقتل الطموح ويضيع اللاعب. هو شوف هي العقليه بكل صراحه، يعني انت اللاعب الان مثلا ميسي الان مثلا تعرف يعني ايش المال اللي لا خلينا في السعوديه، مشكله اللاعب لما تعرف يعيش بحبوحه غير عاديه ويعيش نجوميه ايش يصير فيه؟ مذهله غير عاديه، ينسى حقيقه يعني ينسى كره القدم انه هي مهمه اصليه. يعني ممكن فلوس ممكن فلوس يعني تسوي له مشكله؟ اذا ما وظفها بالشكل الصحيح طبعا تكون مشكله غير عاديه، يعني الفلوس ممكن انت يعني تاخذك عن كره القدم، يبتعد عن كره القدم بشكل كبير، تودي لعالم اخر. مثل الترف، حياه الترف والانشغال فيها. في ناس مترفين وكويسين. ممتاز. إذا هو ده يبقى هو طبعا محافظ على يعني هذا لا يساوم فيها إطلاقا كريستيانو مثلا رينالدو، نعرف أنه لاعب مثلا عنده يعني صفة تسويقية مذهلة جدا، غير أنه لاعب فذ، لكن عارف أنه يعني أتحدث مع مسؤولين استيسي حقيقة، قضية تعامل اللاعب واحترافيته وفهمه أنه لما يسوي دعاية، أنت تعال خلي نادي الآن لما يجي يطلب من نجم معين يجي يسوي دعاية لمعلن أو لراعي وفيد للنادي، يعذبك النجم عندنا هنا يقول لك لا ما ابغى، يتغير نفسيته بشكل كثير، ما في فهم، ما في ادراك حقيقه، ما في وعي بشكل كبير. طبعا في لعيبه حقيقه يشكرون، يبغى مقابل طيب حق مقابل. هو الان شوف هذه حسب المواصفات العقد، اتكلم بصفه عامه طبعا في تفاصيل معينه، لكن انا الان لما يعني هذه مفترض ان تكون موجوده، تملك عقدي داخل الملعب، ما تملك عقدي لا, لا 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 حتى هذه موجوده، اذا كان انا بس انت لك عقد، انت اللاعب ممكن تروح تسوق نفسك زي ما تبغى بس ما تلبس شعار النادي، لكن من حقي انا استفيد منك كلاعب لاني في الاخير دفعت لك فلوس، مو دفعت لك فلوس عشان تلعب، لا، الا اذا هناك اشتراطات تعاقديه بيني وبينك قبل كل شيء. يعني انت تقول والله انا شيل مني اللي هي ناحيه عاديه، ياسر القحطاني كان قاب قوسين يحترف مانشستر سيتي تتذكرون القصة، لكن كان هناك مثلا اشتراط تسويقي من مانشستر سيتي قال انه انا حاخذ حقوق التسويقية كاملة مالك حق حتى الشخصية، ورفض اللاعب في الاخير، فبالتالي هي تعاقدية الامور، لكن ما يحصل انه انا حق كحق ادنى بالنسبة للنادي اني انا استفيد منك على مستوى النادي، اما الشيء الشخصي شيء اخر. ليش تتوقع نفس السؤال اللي سالته المهندس طارق، خلينا نركز في الموضوع شوي، انا ارى ليش تتوقع انه اللاعب لما يصير عنده فلوس يضيع؟ لا انا شوف انا اراها يعني في نقطه واحده بس اقول، هي الطموح، لما الانسان يوصل الى الطموح اللي هو يريد بعدها يكون عنده الدوافع قليله، فاذا كان فقط طموحي انا وهو هاجس بالنسبه للانسان تامين المستقبل، فلما يكون هذا التأمين فقط بأن أنا أوصل إلى حد وأحصل على مبلغ كبير ومن خلال الآن أبدأ أفكر في أن أنا كيف أنمي هذا المال وأنسى الشيء المهم اللي هو جلب لي هذا المال اللي هي كرة القدم. في نقطة مهمة، يعني طبعا هذا حتى الاتحاد السعودي يفترض أن يساهم فيها ومع الأندية، العقود اللي تتوقع للاعبين الآن أفضل طبعا من أول بحيث أنه ما يأخذ المبلغ كامل، لكن
في دول أخرى طبعا ما راح نتكلم بعيد، حتى هنا موجودة عندنا في دول عربية وكذا، أتوقع بالخمسة مليون أو بالستة مليون، لكن فيها حسبة عطائك خلال موسم، عدد المباريات، وتتوزع المبالغ. كل هذا في نهاية خمس سنوات أنا ححصل على 20 مليون. طيب إحنا موافقين عليه، لكن من خلال الخمس سنوات أنا إيش قدمت من عطاءات؟ لكن أوقع اليوم وبعدها بأربع مباريات تلقاني أنا في الاحتياط، طيب فلوسي أنا كيف أجيبها كنادي؟ طيب أنا سألتكم السؤال ليش؟ لأنه أنتم يعني فتحتوا موضوع إحنا كنا نتكلم عنه ومن زمان، إنه اللاعب السعودي ليش يعني ينظر أو يتغير بعد ما تجيه الفلوس؟ وتوقعت إنه يعني إنه حد تدخلوا لي في الموضوع بشكل مباشر. إحنا في برنامج كورة، إحنا في برنامج كورة عندنا بكرة موضوع كنا نعلن عنه من كم يوم، وحيبدأ الجزء الأول بكرة والجزء الثاني بعد بكرة. هذا الموضوع اسمه مافيا، التي المافيا والعصابات التي تدور حول لاعب كرة القدم السعودي. تحقيق متكامل تم عليه من فترة طويلة، العمل عليه من فترة طويلة، راح نعرض غدا الجزء الأول، والجزء الثاني راح يكون يوم السبت. العنوان لهالموضوع المافيا والعصابات التي تلاحق نجوم كرة القدم السعودية. في مافيا وهذا الشيء صدمنا، وفي عصابات تلاحق نجوم الكرة السعودية. هذا الحكي ترى مو بسوالف، مو بتضخيم للأمور، تعرفون احنا في برنامج كرة دقيقين في مسألة التسميات والمواضيع، ما نكبر الأمور ولا نصغرها ونسطحها، لكن لما بحثنا في الموضوع من فترة طويلة اكتشفنا فعلا أنه في عصابات بالمعنى الرسمي تلاحق نجوم كرة القدم السعودية، وهم يكونوا سبب أحيانا في تدهور اللاعب. أخوي تركي إن هناك أهداف لتدهور الكرة السعودية، حنشوف بكرة، إحنا ما راح نعطي أكثر من كده. لا يعني هي بس في عصابات شخصي ولا لا 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 لا. في الهدف منه الكرة السعودية لا لا ولا لا 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 الهدف منه بكرة حتشوف التفاصيل، لكن في ناس تستهدف لاعبي كرة القدم، وهذا الكلام موثق يعني، وفي اعترافات مش حكي والله خطير. فبكرة حيكون معنا الجزء الأول وبعده حيكون الجزء الثاني. راح نكمل الأخبار اللي معانا. جماهير الهلال والنصر تسخن أجواء القمة المرتقبة. شوف الهلال والنصر الآن يعني في أحوج ما يكون حقيقة الانتصار، كل فريق عنده دوافعه أنه ينتصر حقيقة في المباراة المقبلة. وأحيانا يعني شوفوا زي مباراة زي هذه، خاصة خروج مغلوب، طبعا الكاسب حيكسب أشياء كثيرة معنوية وحتى على مستوى التقدم المسابقة، والخاسر حتزيده مشاكل أكثر. لكن أنا أعتقد أنه يعني الهلال عنده طبعا أشياء كامنة حتى الآن لم تخرج بشكل صحيح. أنا صراحة مبسوط اليوم كثير من مباراة اليوم اللي قدمها الهلال، قدم مستوى أخاذ جميل جدا يعني حقيقة يعني ولا لاعب أجنبي كان موجود بالفريق حتى منتصف الشوط الثاني. شفنا عناصر الوسط حقيقة، خاصة من سالم الدوسري ونواف العابد، أسماء صغيرة حقيقة وشابة، وأثبت الهلال أنه قادر حقيقة أنه ينتج لاعبين فذين، وربما سبحان الله صدف يعني حقيقة اللي مش كويسة أنه يعني تكون مفيدة بالنسبة للنادي. يعني الناس شافت هاللاعبين كيف حيقدمون وكيف مستوياتهم. أنا أعتقد الهلال يعني طبعا بلا شك أفضل ظروف، ولكن النصر يعني سيقاتل أنه يأخذ النقاط، وستكون مباراة حاسمة بلا شك. زكي طبعا زي ما قال أخوي طارق، أكيد الهلاليين راضين على شكل فريقهم اليوم في ظل الظروف الفنية، لكن أنا ودي أتكلم عن النصر. صراحة النصر الآن أكثر ناس بيكونوا متفائلين لناديهم في المرحلة هذه هو النصر. ليش؟ الخطوات اللي قاعد تخطى بالنسبة للنصر في النواحي إدارية أو فنية يتلمسون منها أن هناك في تطور، لأن الكثر المباريات اللي خسروها أو المواجهات اللي مع الهلال، المباراة هذه يقول لا إحنا عندنا اثنين من اللعيبة الأجانب متغيرين وموجودين في الناحية الفنية، مدربنا يختلف عن المدرب السابق، الأمور المالية متحسنة عندنا، أيضا الانتصارات الآن في الدوري عندنا كم انتصار، إذا في نشوة. النشوة هذه راح تقابل في وإن كان اليوم الهلال أو الهلاليين مطمئنين نوعا ما على مستواهم، لكن المباراة ما تعرف مستوى أكيد مختلفة.
عكس ذلك الهلال يمكن مدربه ما يبقى، يمكن يجيك مدرب جديد، يمكن حتى أوضاع اللعيبة الأجانب ومشاكله، يعني الوضع اللي كان دائما يمر فيه الهلال بالاستقرار الفترة هذه الهلال عنده يعني مشكلة قاعدة تدور حول أموره، يحتاج اثنينهم يحتاجون إلى الفوز، وأكيد الفوز في علم كرة القدم يهدي الأمور، لكن الخسارة هي من تزيد. لكن الخسارة وإن حصلت للنصر، النصر عنده عنوان أن احنا نبني وحاسبوننا الموسم القادم. طيب من ضمن الأخبار معانا أيضا في شوت، مدرب الفتح يرفض إراحة ألتون ورفض التونسي فتح الجبال مدير الفني لفريق الفتح الأول لكرة القدم إراحة لاعبي فريق البرازيلي ألتون جوزيه. والمنضم حديث للفريق عبد العزيز بوشقر مع بقية المجموعة التي منحها إراحة وراح اليوم وغدا من التدريبات بعد خسارة الفريق أمام النصر، وذلك رغبة منه في تجهيزهما للانضمام إلى التدريبات. يبدو أنه الخسارة تلقاها الفتح ألقت بظلالها على خلينا نقول على قرارات المدرب الفني للفريق الفتحاوي، وأصبح فيه حرص أكثر على القادم من المباريات. والله أنا أقول شوف الفتح الآن يعيش يعني فترة ذهبية حقيقة، الآن الفتح المركز الخامس تقريبا، فعنده 26 نقطة ونعم بالضبط، يعني تحت تشوف تخيل الاتحاد والنصر بعراقتهم وبالضخ المالي الرهيب اللي عند الناديين، وأنا مع ذلك الفتح تقدم عليهم حقيقة. الفتح أعتقد أنه يملك إدارة واعية، يملك إدارة أثبتت أنها عندها فهم كروي كبير وما في مخاوف، حتى مدرب حقيقة مدرب ممتاز وعرف الفريق، والآن عنده 5 سنوات تقريبا مع الفريق. أعتقد أنه عنده استقرار حقيقة كبير جدا على المستوى الإداري والفني واللاعبين. طيب هروح الفاصل، وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. قصف هذه المباراة أي شيء، فيها أهداف، فيها هجمات، فيها إثارة، فيها جماهير، فيها منافسة على صدارة. نتابع التقرير. كما كان متوقعا بالضبط، قدم الأهلي والهلال وجبة رياضية دسمة لأكثر من 17,000 متفرج حضروا اللقاء ولمشاهديه خلف الشاشات في مباراة حفلت بالإثارة والندية منذ صافرة البداية وحتى صافرة الختام. أشعل محمد الشلهوب فتيل الإثارة مبكراً بتسديدة ارتدت من بسليم، فيما لم ينجح سالم الدوسري من متابعتها بشكل جيد. رد أهلاوي لم يتأخر، متعهد الكرات الثابتة كاماتشو كاد أن يجلب التقدم لفريقه، وحسن العتيبي يرفض ذلك. مسلسل التسديد من على بعد يستمر أيضا مع عبد العزيز الدوسري، لكن كرته اعتلت العارضة الأهلاوية. اقترب عماد الحسني من الهدف الأهلاوي الأول بعد استلامه لعرضية كامل الموسى الرائعة. واصل محمد مسعد مسلسل التسديد مرة أخرى مع بداية الشوط الثاني، لكن كرته تصل ليد العتيبي بسهولة. عماد الحوسني يحرك المدرجات الأهلاوية بهدف أول إثر استغلاله لكرة اختارت الوصول إليه لينهيها في الشباك الهلالية. الطريقة سيموس ما حصلها الحوسري لمها. شوف 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 سيموس حاول اصطدت في ظهر الزوري والقناص العماني على الطريقة الراقية على رقي الأهلي. كاد تيسير الجاسم أن يضاعف النتيجة لفريقه لولا براعة حسن العتيبي. يقاتل العابد من الجهة اليسرى لإدراك التعادل، لكن الكوري يو يونغ يفشل في ذلك.
ربع ساعة أخيرة سيطر الهلال على كل أجزائها. البيشي يتوغل من الجهة اليمنى ببراعة، يرسل كرة للمتمركز عيسى المحياني الذي فقد كل خبرة السنين الماضية في هذه الكرة. فرصة هلالية أخرى يتكفل المدافع الأهلي بلعب دور حارس مرماهم بعد أن أخطأ المسيلين في الخروج لها. الحكم المساعد يتدخل في هذه اللقطة ليلغي هدفا هلاليا بحجة التسلل. لم تتوقف المحاولات الهلالية حتى آخر لحظات اللقاء، لتأتي صافرة البرتغالي كارلوس إكستيرا معلنة فوز قلعة الكؤوس بهذا اللقاء وتشبثه أكثر بمركز الصدارة ب42 نقطة، فيما تراجع الزعيم الهلالي للمركز الرابع ب37 نقطة. مهندس طارق، أبدأ معك المباراة، نبدأ بصاحب الأرض الفريق الكاسب للنقاط الفريق الأهلاوي. الأهلي طبعا يقدم السنة هذه طبعا مستوى غير حقيقة ومغاير جدا، يعني كان هناك عمل وهناك جهد وهناك بذل، وهذا ما نشاهده. تحسب الإدارة الأهلاوية طبعا بقيادة الأمير فهد بن خالد وأستاذ طارق هيال وقبلهم طبعا الأمير خالد بن عبد الله، أنهم يعملون بصمت حقيقة، التفتوا للفريق وبنوا، وفعلا يعتبر الأهلي الوحيد اللي استطاع أن يجلب 4 أجانب استفاد منهم بشكل كامل تقريبا. قدم الأهلي طبعا في يعني في مسيرة الدوري مباراة جميلة، ما عدا المباراة اليوم حصل له ما يريد، أخذ 3 نقاط وهذا ما يريد الأهلي. فهذا بالنسبة طبعا للأهلي. إذا تسألنا عن هلال ولا لا، خليها شوي نتكلم على الهلوين كذا، نمر طيب على الأهلي ونعدي والله يزعل. باقي 9 مباريات ايه؟ تعرف يعني لسه الدوري. أنا سبقني قابلت الأمير فهد خالد حقيقة وقال لي كلمة ولمستها، أنه فعلا يعني رجل يعني يخطط، أنه الصدارة أحيانا تكون سلبية إذا كان هناك وهج أكثر من اللازم، فبالتالي أنه يمضي حقيقة في الصدارة بهدوء تام وأنه ما يكون هناك يعني ارتخاء في الفريق، هذا أمر مهم حقيقة. يعني 9 جولات قادمة صعبة كثير حقيقة. بس في أهلاويين يعني يشوفون أن الأهلي مقدم مستوى جيد، يعني اليوم ما كان سيء، فيها جماعات، كان فيها تسديدات كثير من خارج المباراة، من خارج ال 18، حتى تيسير الجاسم. يعني دائما هذا اللاعب في المباريات الكبيرة في الموسم الحالي يبرز بشكل واضح. والله أنا في رأيي الشخصي بالعكس، اليوم الأهلي ما كان قدم مستوى حقيقة، الهلال تفوق أكثر برغم الظروف وبرغم النقص اللي يعتري الهلال، لكن هذا ما يعيب حقيقة أنه استحقاقية الأهلي، رغم أنه كان هناك خطأ تحكيمي حقيقة، لكن أنا في رأيي الشخصي أبدا أخطاء التحكيمية جزء لا يتجزأ من مباريات حقيقة. طبعا أنا أقول أن الهلال فعلا قدم مباراة جميلة فنية، لكن أنا بتكلم عن الأهلي. لا بتكلم عن الأهلي، خرب علمك شيء، صاحب الأرض ماني متكلم عن الهلال. أنا قلت لك صحيح الهلال قدم أداء جيد اليوم وكويس، لكن الأهلي بصراحة كسب 3 نقاط وهو يحتاجها. الجميل فيها أن الأهلي له أسلوبه وله شخصيته، حتى في الانتصار وفي تسجيل الأهداف أصبح الأهلي ميزة الآن يملكها في كيف يسجل الأهداف. لو تشوف الهدف هذا اللي تسجل على الهلال، ترى ما هو أول هدف بالطريقة هذه، متكررة كذا هدف يسجله عن طريق لمستين 3 ويسجل. مدروسة الأهلي يعني هاللعبة، مدروس اللعبة. لكن الجميل فيها أنه دائما عامل مشترك فيها فيكتور، يعني أحيانا تشوف الكرة مرسلة من تيسير أو من كاماتشو، لكن العامل المشترك في جميع هذه التنفيذ الأهداف دي أو الطريقة اللي تيجي منها الأهداف هو فيكتور والتحاماته ومضايقاته للمدافعين. بصراحة الأهلي في شخصية فريق، المدرب بصراحة لا. هذه الكرة يا كابتن تبغى تعلق على الهدف الآن موجودة؟ الهدف لي تعليق فيه بصراحة، لأن أولا لو تلاحظ أن هي ضربة زاوية لنادي الهلال، عادة ترى الفريق اللي عليه ضربة الزاوية أو الركلة الركنية اللي احنا نسميها، شوف أفضل اللعيبة اللي هم قامة وطولا متراجعين مع مدافعينهم يساعدونهم، لأنه ممكن يصير هدف عليهم. لكن الأهلي وجود فيكتور ووجود العماد الحوسني يفترض من الهلال يعي ذلك أن هذول أخطر ما في الفريق وعندهم أسلوب وهو الارتداد السريع، وأي كورة مرتدة ممكن يسجلون فيها هدف أو يعملون فيها مشكلة. لو تلاحظ فقط 2 ضد 2، إيش اللي كان مفروض كان مفترض يكون فيه 3 لعيبة، 2 مساكين وواحد ليبرو.
لو أخطأ الكرة هو اللي يشيلها. بمجرد مشاهدة الحوسني وفيكتور خارج 18 الأهلاوي أصلاً هو يعني هي القوة الموجودة الاثنين هذول، خاصة في وجود ذول الاثنين بعدم عودتهم يفترض المرشدي أو أسامة يا أخي خليك موجود، يعني الهلال ما راح يسجل جول في الكورنر إلا بوجود الاثنين ذول، أنت على الأقل تكون موجود وتخلي معك اثنين، طالما أن في اثنين من المهاجمين إذا في ثلاثة من المدافعين تنظيميا. نقدر نقول أن الأهلي كان داخل المباراة بس يبغى يخلص يخلصها، عارف وش يبغى، يبغى النقاط الثلاث ويطلع، لذلك مثل ما قال مهندس الصادق أنه ما قدم المستوى مقارنة بالهلال. لا لا شوف الأهلي صحيح امتلاك الكرة أكثر في وسط الملعب للهلال بوجود الخمسة اللاعبين وبوجود تحركات وتغيير المراكز وهذا يشتهر فيها الهلال بغض النظر عن يعني مباراة اليوم، لكن الأهلي عمل توازن جيد، عنده توازن في المنطقة الخلفية، لأن الأهلي يشتكي من الضعف في السناترة وفي الدفاع. في مباراة الذهاب الكل كان يرشح الأهلي، لكن الأخطاء الفردية اللي حصلت وبعد الخطوط هو اللي سبب المشكلة وانهزم فيها أربعة. اليوم الأهلي ومدربه يعتبر ذكي، بدل ما أنا أفتح ملعبي وأجاري الهلال أيضا، لا خلي الهلال يجيني وخليني ألعب بالقوة اللي أنا أملكها، كرة من كاماتشو أو تيسير بارتداد سريع لفيكتور أخلص المباراة. طيب اليوم في المباراة كان في احتجاج كثير للجماهير الأهلاوية الهلالية على الهدف، طبعا كانت تحدثون عن ضربة جزاء ولقطة ضربة الكرة باليد. احنا طبعا برنامج كرة نادر جدا لما نتكلم عن كثير من التفاصيل التحكيمية، يعني ناخذ الحدث الأبرز وأحيانا نتكلم عنه ونعطي فرصة أحيانا للحديث على الجوانب التحكيمية، لكن اليوم الهدف الهلالي الملغي كان هو المسيطر على الحدث. معنا على الهاتف الأستاذ الحكم عبد الله القحطاني. مساء الخير أستاذ عبد الله. الله يمسيك بالخير ومسي بالخير على ضيوفك وعلى المشاهدين والمستمعين في الإذاعة. أستاذ عبد الله راح نعرض اللقطة إذا تسمح لنا أولا بعدين نأخذ رأيك فيها، لقطة الهدف الهلالي الملغي. سم. نستعرضها يا شباب لو سمحتم. نستعرضها جاهزة ولا مو جاهزة؟ هذه الكرة المنفذة من الشلهوب وبعدها التسديد من اللاعب الأهلاوي داخل المرمى. كابتن عبد الله رأيك القانوني في هذه الحالة، هدف صحيح أم هدف غير صحيح وقرار سليم من حكم المباراة؟ نشوف الحالة تركي. هذا تنفيذ الشلهوب صحيح، والآن الإعادة، اللاعب يسدد الكرة داخل المرمى، سبب الإلغاء ليش كابتن؟ طبعا بعيدا عن التخطيط اللي كان من مخرج المباراة، ولكن المهم في هذه الحالة هو لحظة تنفيذ الكرة ولحظة استلامها من اللاعب الآخر. وطبعا الحالة بشكل عام هي حالة مركبة من حالتين، ولكن مجمل الحالة لا يوجد فيها أي حالة تسلل على وجه العموم. فالحالة الأولى للحظة التنفيذ ولحظة لعب الكرة من اللاعب المهاجم الهلال برأسه إلى زميله اللي يعتبر في موقف تسلل لم يكن في موقف تسلل اللي هو اللاعب الأول. برضو يعني اللاعب اللي كان خلف المدافع بالفعل كان موجود في موقف تسلل، ولكن لم يكن له تأثير على المدافع الذي قام بتسجيل الكرة، لأن التسلل يعاقب على ثلاث أوجه، أما تداخل في لعب أو تداخل مع منافس أو استفادة من فرصة وجود اللاعب في ذلك الموقف، وهذا ما لم يحدث بتاتا في هذه اللعبة، لأن لو لاحظنا المرشدي موجود في الخلف المدافع وهذا ينفي موضوع التأثير بتاتا. فالمجمل في هذه الحالة أنه تم إلغاء هدف صحيح لصالح الهلال بحجة التسلل، وهذا طبعا قرار خاطئ من المساعد الثاني ومؤثر في نفس الوقت في المباراة، لأن نتيجة المباراة انتهت بهدف مقابل لا شيء، وكان هذا الهدف بمثابة هدف التعادل، لذلك المساعد الثاني يرتكب خطأ مؤثر في المباراة، وبالتالي لا يتجاوز تقديره في هذه المباراة 7.3 في مجمل المباراة. هذه الحالة لا يتحملها حكم المباراة، ولكن على الجانب الآخر اللعبة في الأصل يوجد فيها خطأ من مهاجم الهلال على مدافع الأهلي، وكان من المفترض على حكم الساحة أن يعلن عن ذلك الخطأ والمتمثل في الدفع، ولكن بما أن هذا الخطأ لم يشاهد فتبقى الحالة هي حالة تسلل غير صحيح تم الإعلان عنها وتم إلغاء الهدف بموجبها. طيب في اللقطة الثانية اللي كان يتكلموا عنها صحيح لمسة اليد ضربة جزاء ليس ضربة جزاء، لأن الشرط الأساسي في احتساب
الخطأ الذي باليد هو حالة التعمد. وجود يد اللاعب في هذا المكان ومن هذه المسافة ومن هذا السقوط لا يوحي بأي شيء للتعمد ولا يؤكد مبدأ التعمد بتاتا، فلذلك استمرار اللعب أولى في هذه الحالات. طيب الأستاذ عبد الله القحطاني شكرا جزيلا لك، شكرا على تجاوبك مع برنامج كورة، شكرا لآرائك التحكيمية. تحدث أنه الهدف صحيح لأنه لا يوجد تسلل، لأنه في ناس كانت تتكلم عن حالة الدفع بس أنه القرار أخذ على أنه تسلل ومش تسلل، والضربة الجزاء ليست ضربة جزاء، أو المطالب فيه الهلاليون بأنها ضربة جزاء ليست ضربة جزاء. ونستعرك والله طبعا شوف الهدف هذا طبعا أكيد مؤثر يعني حقيقي في مباراة، وأنا أعتقد يمكن الأستاذ عبد الله فصل حقيقة تفصيل جيد وممتاز ورائع، ولكن أحمل برضو حكم المباراة فيها، لأنه حكم المباراة برضو يعرف أنه والله هو تأخذ التسلل على أساس المرشدي. فطالما أنه حكم الراية يعني تعرف يضبط التسلل في قضية آخر مدافع من هذا القبيل أو ذا، يعني وشوهد أنه المدافع الفريق الأهلاوي هو سجل هدف، بالتالي لم يكن مشارك في اللعب. فأنا أعتقد أنه مفروض يعني حكم المباراة يتدخل في القرار ويتفاهم مع حكم الراية ويتخذ يعني الإجراء الصحيح في اتخاذ في حساب الهدف. بالنسبة للبلنتي طبعا تعرف البلنتي هي تقدير لا شك، ولكن يعني تختلف الآراء في هذا الجانب. وأنا ما أنا يعني سألت أحد الأخوان في الإعداد عن اللقطة، قال لي تركي هذه مثل يعني من اللقطات اللي ممكن 10 حكام 5 يحتسبونها بالضبط وما تقدر تلومهم، و5 ما يحتسبونها وما تقدر تلومهم. صحيح. إيه تفسير في الأخير؟ يا شوف أنا يعني بوجه بس فقط رسالة معينة. أنا في اعتقادي شوف يعني شوف مثلا لو إحنا راجعنا يمكن وهذا لا يقلل من الأهلي، مدحنا الأهلي كثير جدا، لكن في مباراة النصر والأهلي كان هناك اعتراض يعني اعتراض ضد التحكيم لصالح الأهلي لأنه كان في ضربة جزاء من هذا القبيل. كان مباراة الهلال والتعاون والنجران نفس الشيء، كان هناك ضربة جزاء أيضا من المطرف وما احتسبت، أيضا مباراة اليوم. يعني نقول 6 نقاط تقريبا فرقت بين الأهلي والهلال في هذا الجانب إذا قلنا نحن التحكيم. أنا في رأيي الشخصي أنه قضية التحكيم يقف مع فريق هذه خرافة للأسف تأثرت في أذهاننا، وهذا غير صحيح إطلاقا. أخطاء التحكيم هي جزء لا يتجزأ من كرة القدم، ستظل هناك أخطاء تحكيم طالما هناك كرة قدم. لكن المشكلة أختركي اللي هي قضية أنه دائما يسلط على متصدر، يسلط الضوء على المتصدر. يعني الهلال عانى من هذه المسألة سنوات طويلة جدا، أنه دائما يسلط لصالحه واللي خسره حقيقة من أخطاء التحكيم لا يسلط عليه إطلاقا ويترك البقية. الآن الأهلي نفس الشيء يأخذ من نفس الكأس، ولذلك أنا أقول لك أنه يفترض أنه حقيقة أنه نتعامل مع أخطاء التحكيم على أنها أخطاء. هي اليوم أخطاء التحكيم تذكرنا بالحكم السعودي مطرف القحطاني أنه حكم سعودي غلط وأيضا حكم الأجنبي يظلم، يعني يمكن خطأ مطرف وبلنتي هذا خطأ هدف. يعني أقول لك بالتالي نعم نأخذ نقبلها خلاص زي كذا بهالطريقة. والله أنا في رأيي الشخصي شوف أنا بالنسبة لي أنا أقول لك الكل يبتغي النجاح الكل يبتغي النجاح، الحكام يعني تعرف يبحث عن مصلحته أنه يبغى ينجح، بالتالي أنا دائما أقول أنه هناك أخطاء تعتمد على مستوى الحكم، استعداد المباراة، عدم تأثره في معطيات معينة، إنما قضية أن يكون هناك تقصد أنا يعني أستبعد هذا تماماً. طيب تماماً حقيقة. نتكلم على الهلال الآن. الهلال حقيقة شوف يعيش يعني غربلة غير عادية وحالة هبوط مستوى لا شك وأشياء يعني كثير من التغييرات. أنا أعتقد أن الهلال قدم مستوى مفاجئ كثير حقيقة اليوم، يعني فاجئ الجميع أنه ما شارك بعين أجانب ومع ذلك قدم مستوى حقيقة ممتاز جدا باللاعبين الشباب، وتأملوا خير حقيقة الجميع فيما قدموا هذا الشباب. الهلال الآن أنا في اعتقادي كانت هناك مطالبات لتغيير مدرب، لأنه هذا المدرب يمكن أخزكي يعرف الموضوع كل ما استمر حيزداد وضع سوءا أكثر. تعرف يعني قضية فقدان المستوى مش سهل، إرجاع المستوى للفريق برضه مش سهل. أنت لما ترجع مستوى الفريق ويكون هناك تناغم يحتاجك جهد كبير. لما أنت يفتقد هذا المستوى من مباراة الأخرى ومباراة الأخرى ويفتقد الثقة من الجمهور حيشكل ضغط وحيكون هناك خسائر أكبر. فبقضية أنه يعني كانت رؤية الإدارة أن يستمر هذا المدرب حتى نجد مدرب أقدر وممتاز، أنا مع النظرية هذه، ولكن في رأيي الشخصي دول لأسباب كثيرة جدا يعني بقاؤه كان مضر حقيقة على مستوى، ممكن شفنا حنا في أشياء مشاكل تعلقت في بقاء دول حقيقة لا على المستوى الفني وحتى ما هو أبعد من فني.
هو يعني صعب جدا ان فريق زي الهلال او نادي زي الهلال يفقد شخصيته اللي دائما وابدا الجماهير والمتابعين يعرفون ما هي شخصية الهلال البطل، الهلال الانتصارات المتتالية، المستوى. الهلال عاش مراحل مختلفة من مدربين مختلفين، لكن مع كوزمن مع باكيتا كان يجلب البطولة لكن بدون المستوى. مع كوزمن تغير الوضع تغيير جذري وأصبح يقدم الأرقام الكبيرة، بطولة الدوري قبل انتهاء الموسم على سنتين مثلا أو سنة، النتائج بالأربعة، المستوى الجميل داخل الملعب، كل هذه الأشياء طبعا الآن الهلال يفقدها. المدرب الموجود اللي هو مدربهم الحالي هذا من بداية الموسم وكان الأعذار موجودة بالنسبة له، النقاط أهم، الفوز أهم، لكن المتابعين والعارفين بالكرة السعودية وبنادي الهلال يعرفون أن الهلال من الطبيعي أنه يفوز في المباراة، لكن الهلال دائما انتصاراته منزوجة بالمستوى والعطاء. أضف إليها الأجانب الموسم هذا بصراحة، يعني وإن كان هناك طبعا هذا تدخل إداري في تغيير اللعيبة الأجانب وجلب أجانب جدد لإضافة الفريق بعد خسارتهم لكذا محاولة للبطولة الآسيوية، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يجلبوا أجانب أفضل من الأجانب الماضيين، فهذه طبعا دفعوا فيها الثمن، تغيير أجانب، تغيير جهاز فني، هبوط مستوى بعض اللعيبة السعوديين، كل هذه اللي جعل الهلال يمر بمراحل فنية صعبة جدا. لكن أنا أشوف يعني مباراة اليوم استمر الهلال في تقديم شكله بصورة جميلة في خاصة في وسط الملعب مع امتلاك الكرة، لأنه يملك لاعبين عندهم تحرك بدون كرة وتحرك مع الكرة، لكن لا يزال الهلال يشكو من بعض الهفوات والمشاكل اللي تتسبب عليه أهداف وهي كثيرة، خاصة في بعض المباريات اللي احنا نشوفها. لأول مرة أشوف الهلال يستقبل شباكة تقريبا أكثر من 9 أهداف، والعادة يخلص الموسم ب9 أو ب8. الناس تقول هنا تجينا على تويتر تقول ليش الحكم عبد الله قحطاني ذكر أنه الهدف صحيح. خلينا بس نعيد اللقطة، السبب إلغاء الهدف والتسلل المرجح هو التسلل. نعم بالضبط، بحسب راية رجل الخط اللي راح ترفع الآن بالضبط. إذا كملونا اللقطة يا شباب لو سمحتم، يعني الحكم الساحة الآن حنشوف على رأس 18 يبدو أنه التفت لرجل الخط وأخذ القرار، يعني هو ما كان يتكلم عن فاول. الناس تقول في فاول على المهاجم ضد المدافع، الأستاذ عبد الله القحطاني تحدث أنه في تسلل بسبب ألغي الهدف، التسلل غير موجود، هذا برأي الأستاذ عبد الله القحطاني. عاد إذا في فاول الحكم ما ألغى الهدف عشان شوف لو الفاول. توقف لأخوي تركي لو توقف اللقطة هنا، شوف اللايمة ما رفع هنا، شوف الحين رفع الآن رفع، يعني سبب إلغاء الهدف هو التسلل، يعني هو تسلل، اللايمة هو اللي رفع مش الحكم ألغى عشان فاول. هذا اللي أنا كنت يعني بس لمحته، فأنا كنت حتى أتوقع أن اللاعب اللي لعب الكرة براسه من الهلال كان في موقف تسلل أثناء تنفيذ، لكن سليم حتى اللايمة مشى الهجمة. فهنا شوف، خلينا نشوف بس العرض الأخير للهدف وبعدين الهدف الملغي. فالإعادة اللي حتيجي الآن راح نشوف رجل الخط اللي رفع الرأي بناء على تسلل، والأستاذ عبد الله القحطاني يقول مو بتسلل، ما كان سبب إلغاء الهدف هو الفاول. مثل ما يجينا على تويتر طبعا شوف هنا يتكلمون، أكيد طبعا يتكلم مع حكم الساحة ويقول له سبب الإلقاء أكيد، يعني اللاين شوف واضح الرأي. طيب هذا كان حديث عن مباراة الأهلي والهلال، نبارك الفريق الأهلاوي الصدارة. راح نتكلم عن مباراة التعاون والقادسية لكن بعد التقرير. سيطر التعادل الإيجابي على لقاء فريقي التعاون وضيفه القادسية بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة 17 من دوري زين السعودي للمحترفين. سيناريو هذه المباراة بدأ بركنية اعترض عليها القادساويون بحجة تجاوز الكرة حدود الملعب، نفذها المغربي صلاح الدين عقال لتجد رأسية زميله حسين النجعي الذي أعلن هدف التقدم لفريقه. قائد الفريق أحمد الحربي يرسل تمريرة رائعة وجدت تحركا أروع من بدر الخميس،
الذي لم يتوانى في إيداع الكرة في الشباك القدساوية معلنا هدفا ثانيا لفريقه. بدأ فريق القادسية بالضغط على مضيفهم، ولكن التوفيق لم يحالفهم في تسديدة فهد الدوسري التي تعاطفت مع أصحاب الأرض. حاول لاعب القادسية تقليص الفارق بتحركاتهم الهجومية، وبالفعل كان لهم ذلك. كرة عرضية من ياسر الشهراني للنيجيري أوتشي راوغ بها دفاع التعاون وسدد كرة عرفت طريقها جيدا للشباك. تقدم بنو قادس من أجل إحراز هدف التعادل، وكان لهم مبتغاهم بعد أن مرر سفيان الجيزاني كرة للبديل الناجح صالح الغوينم الذي سدد الكرة ليغير اتجاهها دفاع التعاون وتلج شباك الحارس فهد الثنيان. المباراة كادت أن تذهب نقاطها كاملة للقادسية بانفرادة أوتشي الذي لم يحسن استغلالها جيدا، ليطلق الحكم فهد العريني صافرة نهاية اللقاء ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة. تعاون القادسية كابتن زكي. والله القادسية محير صراحة لسبب بقول لك شنو ليش محير. هذا الفريق دائما وأبدا يعود الشوط الثاني، لو ترجع إلى جميع مبارياته تلاقيه ما عدا مباراة الاتحاد اللي طبعا خذ فيها لكن كل مباراة وإن كان مهزوم لابد أن يرجع ويسجل الشوط الثاني. فيعني اليوم مدرب التعاون اللي هو فعلا يعني طبعا دارس القادسية مزبوط، كان مفروض هو يعرف أن الفريق اللي أنا ألعب ضده إلى ما أن يعلن الحكم صافرته يفترض أني أنا أعمل جميع احتياطاتي لأني أنهي المباراة. فتقدم هدفين لا يعني يعني الشباب ويا القادسية 2-0 وعاد القادسية وسجل هدف وكان ممكن يتعادل. اليوم أيضا 2-0 وعاد للمباراة. بصراحة الفريق هذا قاعد يقدم نتائج هجومية على مستوى خط الهجوم جيدة جدا، لكن مشاكله هو استقباله لأهداف خاصة في مطلع بداية الشوط الأول. والله شوف انا اقول من الفيصلي وهجر وقادسي ونجران والتعاون رايد كلهم يعني ما في خط ثابت حقيقه، يعني شوف التقارب النقطي بينهم غريب نقطه يعني تخيل هذا شيء يعني كبير حقيقه. لذلك انا اقول لك انه يعني كل فريق تلقى يفوز في مباراه ثم بعدين يعني يكون هناك في تفاؤل كبير ويرجع مره ثانيه يعاود انتكاسه مجدده. أنا ما أعتقد أنه خاصي طبعا الصفة اللي قالها الأخ زكي حقيقة موجودة في القادسية تحديدا في قضية عودته الشوط الثاني، لكن قضية المباراة يعود فيها يعني تتنبأ بمباريات الآن القادمة لفريق معين من هذه الفرق ما تدري حقيقة بكل صراحة. فلكن الملاحظ حقيقة هي قضية إلغاء عقد التعاون العقد المدرب، ومع أنه يمكن قبل 3 مباريات أعتقد استعانوا فيه أو 3 مباريات هذا من حقيقة غريب نعم ومحير ولكن يعني أحتاج طبعا أكيد أنه عندهم أسبابهم الخاصة ما أدري. بس مفاجأة وصادم الموضوع ما في شك، يا أما أنه كان اختيار خاطئ حقيقة أو حتى أنه كان استعجال، يعني في أحد الأمرين هو كلاهما مر حقيقة. لكن الضربة طيب. الزاوية اللي تسجل منها التعاون الهدف الأول أنا استغرب، يعني اللايمن موجود جنب بدر الخميس فالكرة شكلها صحيح. عبرت الخط يعني ما هي بعيده، فهذه من الاشياء اللي هنا فرق بين الحكم المساعد الجيد وغير جيد، هي قله الاخطاء، فهذا مش خطا هذا واضح صحيح. فيعني زي ما نتكلم احنا عن الاخطاء التحكيميه وتسبب في هدف، لكن جميل جدا ان القادسية يعود الى المباريات وهذه روح قويه جدا، يعني احنا شفناه حتى مع الهلال ومع الاتفاق مع رغم انه يهزم بالثلاثه وبالاربعه الا انه طبعا يعود. طيب لكن معليش اسمح لي تركي بس ملاحظه اخيره معليش انا لو لاحظت من المرتبه الثامنه للمرتبه 14 يعني 7 انديه تتنافس على الهبوط، طبعا الان صار خلاص انتهى الموضوع، لكن 7 انديه تخيل 7 نصف الدوري نصف عدد انديه الدوري تتصارع على الهبوط، يعني هذه مشكله كبيره حقيقه. طيب. يعني تنافس عكسي
في ناس هسه تقول ليش الحكم القحطاني قال ان الهدف مو صحيح. والله ما ادري انا لاني خبير تحكيم ولا شيء. لا يعني الهدف صحيح. قال ان الهدف صحيح والقرار غير صحيح الحكم. ما اعرف انا ماني حكم ولو عندي قرار تحكيمي ما استعنا بالاستاذ عبد الله القحطاني، لكن هو حكم وشاف اللقطه وطلب مننا قبل الحلقه انه خلوني اشوف اللقطه اكثر من مره واعطيكم رايي. هو اعطى رايه قانونيا صح غلط، يعني يظل هو رجل قانوني ويتحمل رايه القانوني. خلينا نشوف مباراه الفيصلي والنجران. يبدو أن فريق نجران ضرب موعدا مع الرباعيات في الجولتين 16 و17 بعد أن نال اليوم رباعية جديدة من أقدام لاعبي عناب سدير. فريق الفيصلي بدأ أول أهدافه بكرة عرضية وجدت رأسية باسل فهد التي استقرت في شباك نجران. رد لاعب نجران على هذا الهدف بكرة مررها أحمد مفلح لعوض خميس الذي أودعها بدوره في شباك حارس الفيصلي تيسير ألنتيف معلنا تعديل النتيجة. وانفراد ومواجهة للشباك وعودة بنجران مجددا إلى أجواء اللقاء. يا ولد يا عوض، يا ولد يا عوض، عوض خميس إذا يعود بالفريق النجراني إلى مواجهة ظهرت بصورة أكثر إثارة من بدايتها، خاصة عندما حضرت صافرة حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء للسوري وائل عيان، تصدى لها بدر الخراشي ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه. لمسات وتمريرات رائعة بين لاعب عناب سدير وصلت للكرواتي بينكو الذي أرسل كرة مميزة للمتألق بدر الخراشي وبدوره سدد كرة لا تصد ولا ترد محرزا من خلالها الهدف الثاني له والثالث لفريقه. السوري وائل عيان وسيطرة على الكرة ترجمها في شباك فريق نجران محققا الهدف الرابع لفريقه. نعم نعم، شوف الاستلام وشوف الفينش وشوف النهاية والفيصلي يخطب. لينتهي اللقاء بفوز عريض لعناب سدير الفيصلاوي على ضيفه النجراني بأربعة أهداف مقابل هدف. يا فيصلي ألف مبروك يا عناب. خلينا نبدا بالحديث عن الفيصلي بمهندس طارق بالخراشي. اول الخراشي انا حقيقه تحدثنا عن خلف الكواليس، حقيقه الخراشي قدم نموذج غير رائع جدا حقيقه للاعب الرائع حقيقه اللي اهتم بنفسه، يعني قدم مستويات. وانا اتوقع الخراشي لو استمر بهالطريقه هذه ان شاء الله، انا اتوقع ان شاء الله باذن الله سيعود مجددا، يعني وهو يستحق حقيقه. وخراشي لاعب كبير يعني ان شاء الله للمنتخب الوطني باذن الله، يقدم نموذج انه الواحد يستطيع ان يعيد نفسه مجددا بشكل افضل حقيقه. والله انا اقول المثل يقول رب ضاره نافع. يعني اتوقع الفيصلويين كلهم زعلانين كثير لما ميميلي الاجنبي مشى وراح للتعاون، لكن لما ترك الفيصلي اوجد بدر الخراشي فرصه انه يكون لاعب اساسي في اغلب المباريات. الموسم الماضي كان يلعب كلاعب بديل صحيح، لكن هذه بدر بصراحة عنده موهبة وعنده حس تهديفي، وأنا يعني اعتقادي أنه هو نشأ في نادي الهلال وتأسس في نادي الهلال، فإمكانياته وتكنيك الكروي عالي جدا. هو يصيب في الركبة ويبتعد فترة، لكن أنا أتذكر يعني حتى منصور النجعي لاعب حارس نادي الأهلي لما راح للحزم بعد الحزم رجع إلى المنتخب صحيح. والآن هو في القادسية وقاعد يقدم نجاحات كبيرة، فمو شرط أن أنت تكون في نادي ويكون طموح كبير طموح توصل منتخب، ولما تروح نادي ثاني أقل ممكن يكون الطموح قليل. طبعا هذا مو شرط على أنه يروح منتخب، لكن هذا بصفة عامة أتكلمها. طبعا أنا يعني من المعجبين بأدائه وعنده حماس وقوة وقتالية داخل الملعب بإصرار أنه هو اسم مهاجم. إذا أنا اسمي مهاجم مطلوب مني في المقام الأول هو مجهود زملائي كله ان انا اترجم بهدف صح، وهذه موجوده في بدر. حروح للفاصل، بعد الفاصل حيكون معنا الاستاذ محمد الشيخي اللي حق الرد على ما ذكره الاستاذ عبد الله القحطاني الخبير التحكيمي ورايه في الهدف الهلالي الملغي. نذكر بانه غدا سنعرض الجزء الاول من العصابات التي تحلق حول لاعبي كره القدم السعوديه. فاصل قصير ثم نعود.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تبع المهندس طارق التوجر وكابتن زكي الصالح مضيف الحلقة. كنا في الفاصل نتكلم عن موضوع لازم أشارككم فيه بس ما حنخليه معلق لأن ما في وقت. كنا نتكلم عن عندنا 6 رؤوس حربة في الكرة السعودية في فترة واحدة نزلت مستوياتهم بسبب إصابات خطيرة جدا. نايف هزازي، ناصر الشمراني، وصالح بشير، وسعد الحارثي، رباط صليبي في فترة واحدة، وياسر قحطاني ومالك معاذ كانت العمليات الإصفاق وتأثرت الكرة السعودية. هذا كان فاتح الموضوع الأستاذ زكي الصالح. معنا على الهاتف الأستاذ محمد الشيخ المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي في حق الرد على ما ذكره الأستاذ عبد الله القحطاني في فقرة التحكيم اللي تكلم فيها عن الهدف الملغي للهلال. مساء الخير أستاذ محمد. يا هلا، مساء الخير عليك أستاذ تركي وعلى ضيفيك الكريمين وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا. أول شيء مبروك النقاط. هو حق النقد، حق النقد الفيديو، يعني حق النقد الكلام، يعني بعض الكلام يعني اللي سمعناه على الحالة التحكيمية اللي صاحبت الهدف الملغي للهلال صراحة تستغرب، يقول لك إنه الهدف صحيح وإنه هناك فعلا في دفع لسعد الحسني على كامل الأمور. طيب إذا كان هناك دفع إذا الهدف غير صحيح، حتى لو أن الحكم مثلا احتسب أو لم يحتسب الهدف عشان التسلل اللي وقع على المرشدي، تلك الحالتين يعني الأهلي بالعكس، الأهلي أيضا يعني لو لاحظنا أنه في المباراة في أخطاء كثيرة وقع فيها الحكم، منها حالات طرد لعيبة الهلال، منهم ماجد المرشدي، منهم القفزة حقت شو اسمه نواف العابد، أيضا بعض الحالات التحكيمية في الصورة الزايدة، أيضا ركلة جزاء مثلا مشكوك صحتها لعماد الحوثني. هناك حالات يعني ضربوا الأهلي من الحب جالب مثل ما يقولون. فأنا أتكلم عن الهدف الملغي، غير الهدف غير صحيح طالما أنه في دفع لسعد الحارثي على كامل المر، إذا غير صحيح حتى لو أنه أخذها الحكم من ناحية أنها تسلل على المرشد. فهذا الجانب هو الجانب اللي أنا أشوف أنه في تناقض في مناقشة مثل هذه الحالة التحكيمية. طيب في شيء ثاني تحب تضيفه استاذ محمد؟ لا ابد، سلمني بس على الاخوان عندك مثلا. شكرا جزيلا استاذ محمد الشيخ مدير المركز الاعلامي بالنادي الاهلي، كان معنا في حق الرد على ما ذكره استاذ عبد القحطاني في قراره التحكيمي او تعليقه على القرار التحكيمي اللي حكم المباراه. الاتفاق وهجر، اتفاق يكسب المباراه، ونتابع في التقرير التالي ثم نعود للحديث تحديدا مع الكابتن زكي الصالح حول هذا الموضوع. استضاف فريق هجر اليوم على أرضه وبين جماهير فريق الاتفاق في مباراة ضمن الجولة 17 لدور زين السعودي للمحترفين. في شوط المباراة الثاني جاء هدف التقدم الاتفاقي الوحيد عن طريق ركلة ركنية نفذها أحمد المبارك، فيما تكفل باستلامها يوسف السالم وتحويلها للمرمى الهجراوي، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة ويصعد الاتفاق للمركز الثالث بثمانية وثلاثين نقطة، فيما بقي هجر في المركز التاسع بثمانية عشر نقطة. كابتن زكي مبروك. الله يبارك فيك. في صراحة جميل جدا أن يستمر الاتفاق في الانتصار الثاني مع بعد الاتحاد. حقيقة المباراة اليوم ما كان الاتفاق كمستوى فني جيد، الهجر بصراحة قدم أجمل مباريات اللي شفتها له هذا الموسم. الاتفاق تأثر بغياب ثلاثي مهم جدا وعناصريا كتيغالي وكيحيى الشهري وأحمد عكاش، أضيف إليها حتى أرضية الملعب ما كانت تساعد الاتفاق، مشهور بكرات الجميلة في الأرض. عموما ثلاث نقاط مهمة جدا، خاصة الاتفاق خسر نقطتين الدور الأول مع هجر بالتعادل، وأيضا يخسر نقاط من بعض الفرق اللي في منطقة الدفء أو المؤخرة. فبالنسبة لي أنا أشوف أن ثلاث نقاط في ظل الظروف اللي يعيشها الاتفاق اليوم أهم من المستوى، خاصة أنه أيضا مكملة لمباراة الاتحاد اللي كسبها في جدة. استمرارية يوسف سالم في التسجيل في عدم وجود تيغالي برضو مهمة، فيعني أقول مبروك للاتفاقيين وهارد لك لهجر اللي لو استمر على هذا المستوى أتوقع أنه ما ينزل. الاتفاق لا زال ينظر إلى أن الدوري متاح وبإمكانه تحقيقه بصراحة.
والله ولا فقط يبغى ينافس ويوخر؟ لا بصراحة، لأن الفرصة جميلة للاتفاق وأيضا للفرق الأخرى. يعني اليوم الأهلي من حق أنه حق شرعي له أنه يكون طموحه كبير في البطولة. الاتفاق لو ما خسر بعض المباريات اللي هي بالتعادل نجران وهجر والرائد كان يفترض اليوم يكون هو في المقدمة. مع ذلك طبعا أكيد الفرق هذه قدمت مستوى جيد من خلالها كسبت التعادل، لكن حق مشروع أنه ينافس على البطولة. لكن إذا ما قدر أنه يحصل على البطولة في ظل الخوف الموجود الآن في المقاعد الآسيوية يقاتل بقوة على المركز الثاني، هذا وجهة نظري. مهندس صارك، والله شوف يعني إذا كان إحنا نحكي أن نقول الفرق المؤخرة فيها تقلبات في مستويات، ايضا حتى فرق المقدمه حقيقه يعني احنا شفنا يمكن يعني مثلا الاتفاق الان فاز بصعوبه اليوم، وايضا تعثر في عدد مباريات يعني اللي كان مفترض يكسبها بكل سهوله. الان باقي 9 جولات والفرصه مواتيه لكل جميع، لان الان ما تقول والله زي اول مثلا الاتحاد والهلال كانوا في السابق مضمونه، يعني في مباريات كثيره مضمونه يعني يتعثرون امام بعضهم بعض. الان لا، ممكن يتاثر يعني يتعثر الاهلي امام فريق اقل بشكل ما يتوقع احد، ممكن الشباب نفس الشيء. الشباب يعني جميع الانتصارات اللي انتصرها كانت صعبه حقيقه، حتى الهلال مع التعاون بصرف النظر عن البلنتي اللي كان غير محسوب حقيقه، لكن برضه كانت صعبه بالنسبه للمباراه. كل الفرق الان تواجه صعوبه في تخطيها الفرق الاخرى، وهذه مشكله حقيقه. يعني في الان يعني حقيقه برضه الفرق هذه الان يعني الدوري ما يدلك على انه مش يعني ما في فرق كبير حقيقه بين الفرق الكبيره والفرق الصغيره. لكن انا اعتقد ان السؤال وجهته للاخ زكي قضيه الاتفاق الان في اللعبه هذه في الدائره هذه 38 نقطه يقع بين الهلال وبين الشباب وبين الاهلي، ممكن يلعب النتائج الفرق الاخرى. متاح الدوري لهم، متاح جدا، 9 مباريات باقي له، يعني قلت الضغط العددي حقيقه والمشوار الطويل. الآن قضية تركيز وجهد ويحتاج قضية تضافر. مهندس طارق، أنا ما راح أسأل السؤال الكابتن زكي لأن يمكن يعني ما حيكون رأيه محبط للجماهير للاتفاقيين أو لإدارة الاتفاقية. لا والله بقول لك بتقول أجي خلاص بسألك نفس السؤال وجاوبني عليه. تشوف الاتفاق عنده الإمكانيات الفنية إنه يحقق الدوري حاليا؟ لا، غير جاهز الآن، غير جاهز. أنا أقول لك إياها، يعني الأهلي أقوى، الهلال أقوى، والشباب أقوى. لكن الاتفاق يعني انا اقول لك مثلا زي السد القطري وصل لكاس العالم بشكل مبهر، يعني احيانا الظروف تخلق لك منافس، يعني ينخلق فريق مثلا ياتي من وراء من الخلف ويحقق شيء مهما حد يتوقع اطلاقا، يعني يكسر كل التوقعات. لكن بحسب المعطيات وانك تملك صف ثاني وتملك مثلا يعني عناصر اكبر خبره في حسم الامور في القادم، يعني المنافسات الجانبيه اللي بين الهلال والاتفاق اكيد تصب لصالح الهلال وهكذا. يعني نفس الشوف انا اقول لك فنيا الاتفاق الافضل هذا الموسم في الفرق فنيا. لو ترجع الى نتائج الفرق ترى اليوم الاتفاق، انا قلت لك لو ما خسر هذه النقاط كان المفروض هو والاهلي في المقدمه. لو ترجع الى مستويات الفرق اللي قابلها الاتفاق مع الفرق الكبيره، ارجع وشوف نتائجها. إذا اليوم الأهلي فاز على الهلال بدون الأجانب وفي وضع الهلال ب1-0 في جدة، الاتفاق مع الهلال 2-0 في مطلع الشوط الأول وهدف ملقي من أوفسايد كان نتيجة 3. إذا الناحية الفنية بالنسبة للاتفاق عناصريا كلاعبين سعوديين لا يقلون عن الأندية، إذا كان الأهلي يوجد فيه تيسير وأيضا الاتفاق برضو فيه يوجد لاعبين مثل يحيى، وأنت يحيى عتين، يحيى الشهري، تحسب اللاعبين يوسف السالم. إذا جينا للأجانب، إذا الأهلي مستفيد من أجانبه أيضا الاتفاق مستفيد من أجانبه، وإن كانوا 3 إلا أنهم عاملين. إن جينا للاستقرار الإداري الاتفاق، المدربين زي ما هم جوريلين مدرب الأهلي برضو جيد، برانكو مدرب الاتفاق جيد، لكن اللي يحتاجه الاتفاق عشان يحقق بطولة طويلة زي الدوري يحتاج دعم إعلامي. يحتاج دعم إعلامي، صوت إعلامي يقاوم الاتفاق ويدفع الاتفاق إلى أنه يحقق بطولة. في ظل عدم وجود الدعم الإعلامي الاتفاق يتعب أن ينافس الفرق الأخرى خارج الملعب وليس داخل الملعب. أضف إليها الدور الكبير اللي قدمه جمهور الأهلي مفيد جدا لنادي الأهلي. الاتفاق يحتاج إلى الدعم الإعلامي ويحتاج إلى الجماهير. طيب فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تبع المهندس طارق توجري والكابتن زكي الصالح مضيفة الحلقة الفقرة اليومية بين قوسين للكاتب محمد المنسي. في فقرة بين قوسين لهذا اليوم اخترنا لكم مقالة للكاتب محمد العنزي بصحيفة الشرق والتي حملت عنوان الحراك النصراوي، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: الحراك النصراوي المتسارع وجملة التعاقدات الأخيرة فضلاً على التغييرات الإدارية يجعلنا نجزم أن هناك عمل جاد وطموح في النادي، ولكن هل العمل يكفي فقط؟ فالعمل دون تخطيط ودون رؤية واضحة وأهداف محددة سيأتي غالباً على طريقة يا كد مالك خلف. عني أنا من خلال جملة التعاقدات النصراوية الأخيرة أرى أن صفقة اللاعب خالد عزيز ضربة معلم، فمن الناحية الفنية اللاعب قادر على العطاء ويعتبر من أبرز المحاور في الملاعب السعودية خلال السنوات الماضية، ولكن تبقى نقطة الانضباطية هي المحك الرئيسي، كون اللاعب كان على خلاف دائم مع فريق الهلال ومن ثم الشباب بسبب هذه النقطة تحديدا. وأضاف الكاتب: من واقع متابعة العمل الإداري في نادي النصر يأتي وفقا للا تكن لينا فتعصر ولا تكن قاسيا فتكسر، ومن هذا المبدأ أجزم أن عزيز راح يسلك مع فريقه الجديد وسيقدم نفسه بشكل يعيده ليس للنجوم بل لخارطة المنتخب السعودي. الحراك النصراوي الأخير يقف خلفه رجال في الظل يدعمون ويخططون ويعملون لعودة نصر البطولات والإنجازات. الحراك النصراوي الأخير متى ما استمر في تصاعد سيجني ثماره بلا شك. نسيت أن أخبركم، ليس هناك أي شيء ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة، لأنه يتخطى كل شيء حتى الطبيعة. أخرتنا اليومية بين قوسين الكاتب محمد العنزي، نشوف توقعات لمباريات اليوم ولمباريات الأمس نتابعها. ناخذ توقعات، جاهزين؟ نبدا معك ابو سليمان. بالنتائج ولا بس فوز وخساره؟ لا فوز وخساره وبالنتائج. يا اخي يقولون ما عنده سقف بعدين. لا ما عليك، دائما تجيبها صح. الشباب والرائد. نبدا بالشباب والرائد، نبدا بالشباب. 2-1 للشباب. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والتعادل. توقع 3-1 للشباب. الأنصار والاتحاد 1-1. تعادل 2-1. تعادل 2-1. 0-0. ثلاثة صفر للاتحاد. النصر توقع لها تعادل. والتعادل 0-0. 0-0. توقع تعادل 0-0. الفيصلي ونجران. الفيصلي ونجران. الفيصلي. الفيصلي ونجران. الفيصلي ونجران. 2-1 الفيصلي. أهلي والهلال. أنا بالنسبة لي الهلال بيفوز، لكن كم ما أدري. 1-0. عادي النتيجة. 1-0 للهلال. 2-1 للهلال. تعاون القادسية. قادسية 1-0. 3-2 للتعاون. هجم الاتحاد. لا 3-1. I want the world to know.
طيب خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. كسب الأهم وقفز إلى المركز الثالث. دراجة نارية تقتل متسابقا في الرياض. في الاقتصادية برناوي سأبقى مسمارا للوحدة. في شمس نقد اللاذع يقصي ستريشكو من التعاون. وصدارة أهلوية بنكهة عمانية. في عكاظ نايف هزازي يخضع يده للأشعة الطبية. وفي المدينة بالروح وبالهمة الأهلي وحده في القمة. والنصر يبدأ الاستعداد للهلال الجمعة. في الشرق الاتحاد يصرف النظر عن السعران ويوقع مع أبو عبيد غدا. وريفيز ينضم لفلومينينزي البرازيلي ويدعم خزينة الهلال بستة عشر مليون. نشوف ضيوف حلقة الغد. محمد البلاد المؤرخ والناقد الرياضي المعروف. وعثمان أبو بكر مالي الكاتب والناقد الرياضي المعروف. هذول ضيوف حلقة الغد. نذكر بأنه غدا الجزء الأول من العصابات التي تحوم حول نجوم الكرة السعودية. الجزء الثاني سيكون معنا إن شاء الله يوم السبت. في شيء بس كذا راح يبدا معنا من بكره. اخذنا قرار كذا فجاه على الهواء انه اي ضيف راح يتواجد معنا في برنامج كوره وحابب انه يزودنا بالحساب الخاص على تويتر ونحط كل ما عرضنا الاسم وهو يتكلم ولا شيء في السي جي الخاص نحط الاسم وحسابه الخاص على تويتر اذا يحب يتواصل مع المغردين بعد الحلقه مش على الهواء يتركنا وجلس على تويتر. مهندس طارق شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وحقيقة احنا هننتظر على حرم الجمر حلقة الغد يعني حقيقة علقتنا ولا اعطيتنا حتى في الكواليس نحاول فيك تركي لكن ما قدرنا عليك. يزعلون علينا الاعداد في واحد او اثنين ما علمتهم. الله يوفقك في جازة ان شاء الله. شكرا شكرا لك اخوي تركي. وانا ايضا مرة ثانية سعيد بوجودي مع مهندس طارق لكن كعادتك انت متميز في الله يخليك يا حبيبي. المفاجآت الجميلة إن شاء الله بكرة الجزء الأول. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله. شكرا لكم. شكرا.